حال. ولو هنروح بقى واتكلمنا في الموضوع ده امبارح وجايزه يعني افضل لاعب في العالم، احنا عايزين قبل اي حاجه نقول بجد شكرا لنجمنا العالمي محمد صلاح لكل اللي قدمه بصراحه يعني الموسم ده واللي قبله ولسه هيقدمه كتير كمان في مواسم جايه. امبارح محمد صلاح كان من ضمن افضل ثلاث لاعبين زي ما كنا بنقول لحضراتكم يعني مرشحين، وصحيح يمكن الجايزه ما كانتش من نصيبه، هي راحت لروبرت ليفاندوفسكي، لكن ده عمره ابدا ما هيبقى بيقلل من دور صلاح وتاثير صلاح العظيم في العالم كله طبعا وتالقه في كره القدم. يعني اعتقد برضو الى حد كبير احنا اكيد سعداء برضو باللي محمد صلاح بيحققه حتى لو ما نالش هذه الجائزه. فاحنا بنتكلم في شخص او شخصيه بترفع علم مصر وبتخليه موجوده في محافل دوليه كتيره جدا، ف اتكلم كمان يا كريم في الدوري الانجليزي طبعا. فحاجه اكيد طبعا. مكسب عظيم جدا لينا، فده كان بمناسبه يعني افضل لاعب لعام 2021 اللي كنا اعلنا عنها بالامس مع حضراتكم. كل كلامك مظبوط مليون في الميه نهاوند، فعلا اللي حصل ده عمره ما هيقلل من قيمه محمد صلاح، برضه بنبارك له على وجوده اللي مجرد وجوده ضمن قائمه بتضم اهم واشهر واحرف ثلاث لعيبه على مستوى العالم، دي في حد ذاتها كانت حاجه بعيده عن احلام كل العرب، مش بتكلم بس على مصر يعني، علما بان احنا من قديم الازل في تاريخ كره القدم المصرية والعربية والإفريقية يا ما عد علينا نجوم أشكال وألوان، لكن محمد صلاح الحقيقة يعني وضع استثنائي جدا. مبروك عليك يا صلاح، نجاحك المدوي في العالم كله، إن شاء الله السنة دي 2022 تكون أنت فيها نمبر 1، وأنت بالمناسبة في نظرنا كلنا نمبر 1 بغض النظر عن أي استفتاءات. عايز